Football is a passion for Tariq. In Syria, he was a star on the national team, Al Karami. He had big dreams. But when the war came to his hometown, killing team players that stayed behind, his passion turned to hate. ركز يا. يعني 2012 يعني في يعني راح كذا لاعب من اعز اصدقائي واخواتي هني. فانا انزعجت وكرهت الفوتبول، ضليت فتره انه ما خلص فوتبول، انا يعني انه ما عاد احب الفوتبول انه ورا هالموضوع انه استشهدوا مشان. But for Tariq, life without football had no meaning. He took up coaching other refugees like himself who had fled to Lebanon. UNHCR and the Danish Refugee Council pay for the ground rental, the t-shirts and training shoes. Nasser fled Syria 6 months ago. The training provides a sort of therapy. وبعد فترة حاولنا جربنا نعمل عدة نشاطات، نسأل نشاطات تروح عنا الشيء اللي صار بسوريا والشيء اللي كنا نحن فيه ونطلع من هالوضع الصعب. حبوا الشباب اللبنانيين، اخوتنا اللبنانيين، انه كمان يشاركونا هالتمارين ويشاركونا هالشيء عم نعمله مشان ما يحسسون انه نحن بلد غريب. The sport also helps to work out tensions as host Lebanese communities struggle to absorb the growing number of Syrian refugees. But football helps bring these two communities together. أنا اشتركت مع فريق شباب كلياتهم من سوريا وكانوا مقضيين قضوا سنة حرب هناك، وأقعد أنا وياهم لفترة ويحكوا لي همومهم. لاحظت إنه هني الشعب السوري بحد ذاته عم بيعاني معاناة كتير كبيرة إنسانية، يعني ما بتصير إلا بحروب دامية. يعني في كتير رفقة عندي أنا فقدوا أهلهم وإخواتهم ورفقاتهم، يعني إجا على لبنان ما عنده حدا. في كتير رفقة معي هون ما عندهم حدا بلبنان غير هني، يعني لحتى لي هذا الفريق جمعهم. The team Al-Nur, which means light in Arabic, has begun playing in local matches and even has a small following. Coach Tariq is proud of all they have achieved. صار في اهتمام، صار في التزام بالتمرين، التزام بالامور كلها هاي، صار عندي فريق. بالعكس صار يتحسن يطلع درجه، وهلا صار مميز. يعني هلا هون منطقه صار معروف، هلا الفريق صار معروف. هاي صار يجيني اتصالات كثير انه انا بدي العب مع هالفريق، يعني حبيت العب مع الفريق. Tariq doesn't know when he will return to Syria or how long his team will stay together. But for now, football helps give him and his players some hope.